فرأيك ايه في تصفيه الحسابات اللي احنا بقينا نشوفه على السوشيال ميديا وعلى النت دلوقتي ما بين الفنانين؟ يمكن لسه مؤخرا كانت مها احمد كمان مع السقا ومع يعني بنشوف حاجات غريبه كده ما كانتش ايامكم موجوده نهائي. والله بقى ربنا يهدي، مش هقول اكتر من كده، ربنا يهدي الجميع وربنا يهدي النفوس وربنا لان في حساب ربنا بقى في الاخر، حسابهم عند ربهم طبعا. كل واحد حسابه عند ربه، هو اللي هيتحاسب وربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي بيقول انا ما قلتش، ربنا يوم القيامه هيقول له لا تعالى انت قلت صح. او انت كاذب او انت كاذبه او فكل شيء مكتوب في الكتاب المحفوظ يعني، فمش هنقدر ننكر ولا نقول قدام رب العز سبحانه وتعالى لا ما قلناش لا طبعا. فيعني ربنا يهديهم جميعا وربنا يصلح الاحوال، ويمكن علشان طبعا الدنيا متلخبطة والشغل بيقتصر على ناس معينين، كل واحد من حقه ان هو يدافع عن نفسه او لقمة عيشه او بيته. يعني في ناس كتير مسؤولة عن بيتها وعن ولادها وعن حياتهم، وفي ناس كتير يعني انا عن نفسي انا جيش ورايا ورايا مكيرة ورايا لبيسة ورايا مساعدين ورايا كل دول طبعا، اما بقعد بيقعدوا اما بشتغل بيشتغلوا. فهي برضو كل واحد عنده مسؤوليات تجاه الاخرين. من صديقاتك الفنانة الكبيرة سمير عبد العزيز، وسمير عبد العزيز برضو يعني معلش يمكن نسيتها، هي لا هي متواجده هي متواجده طبعا. هي طبعا اعلنت مؤخرا عن ازمه كده بينها وبين محمد رمضان وان حصل تطول منه، ناس كتيره شافت ان رمضان ما يعملش كده وناس شافت انه لا ممكن. فانت رايك في الحدوته كلها ايه باعتبار انك مقربه من سميره؟ والله سميره دي ست محترمه قوي قوي قوي، وهي طبعا جالها رساله وجالها شتايم، هي طبعا هي الله اعلم هل هو محمد رمضان، بس انا اشتغلت مع محمد رمضان في الحقيقه في دوران شبرا في بدايه حياته، ما شفتش منه غير كل خير بامانه. بعد كده بقى ما اعرفش هو ايه، مع في ناس كتير بتقول لي اتغير، في ناس كتير بتقول لي لا بقت يعني الغرور خده او التكبر خده، ما انا مش مصدقه كل ده. وان كان انا لما بشوفه او بيشوفني بيقابلني احسن وقبله ويقول انت ادم الخير عليا، لا يعني مش شايفه منه في الحقيقه والله اعلم. بنفسه كمان ونافع يعني، اصل ممكن يبقى اكونت فيك وهو اللي عمل ده مثلا. ممكن في ناس كتير مغرضه، في ناس كتير برضه حاقده، في ناس كتير حاسده، والدنيا بقت متلخبطه دلوقتي، ما تعرفش الحق فين والباطل فين او الحقيقه فين، والله اعلم. واذا كان هو قال كده فهو طبعا اعتذر وقال انا ما قلتش كده، يبقى خلاص انا اعتبره ما قالش. وهي سميره فنانه جميله وعقلها كبير قوي قوي قوي، وهي اصلا كانت معايا في الندوه دي، ما كانتش عايز تفتح الموضوع ولكن هم اللي اثاروا الموضوع وهم اللي اتكلموا فيه. هي اكبر من كده بكتير في الحقيقه. فكرتي تساليها كده في الرسائل اللي جات لك دي ولا حاجه ولا ما سالتيهاش عن مروه؟ لا هي طبعا متضايقه يعني، هي كانت اتضايقت، شيء طبيعي انها تتضايق طبعا، شيء طيب انا اتضايقت لها يعني طبعا. ما ينفعش فنانه كبيره زي دي يتقال لها كده، ما ينفعش طبعا. يعني دي تاريخ طويل، وبعدين بجانب غير كده انها فنانه كبيره وست مثقفه جدا وتجيد اللغه العربيه بطلاقه، سيبك من قبل مجلس الشيوخ، هي فنانه كبيره وتجيد اللغه العربيه بطلاقه وثقافتها عاليه جدا، بجانب انها كانت زوجة الكاتب المتميز محفوظ عبد الرحمن طبعا، فده تاريخ لوحده.